السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا رسم توضيحي لما يسمى بنظرية البيج بانج. من هنا ابتدأ فتق الرتق، ثم خلق بفتق الرتق الزمكان، إلى أن وصلنا إلى هنا. المدة 13.7 بليون years، بيج بانج اكسبانشن. طيب لو عدنا بالوراء بالزمن يكون الكون أصغر وأصغر هكذا إلى أن نعود إلى هذه النقطة. الآن حسب قانون الثيرموداينامكس، هذه النقطة، نقطة البداية للكون، نقطة الرتق، تكون فائقة الدقة على حسب قانون الإنتروبي. فالسؤال الذي يطرح نفسه، من الذي قدر هذه النقطة التي هي فائقة الدقة؟ وأيضا هنا الكون وصل إلى هنا حسب النظرية، فهنا عدما وهنا عدم حسب نظرية البيج بانج. فلهذا أقول أن الكون نظام مغلق على نفسه، لأنه مرتبط بالزمكان، مرتبط بالزمكان، لأنه نظام مغلق على الزمكان. فهذا يقودنا إلى ما يسمى بالإنتروبي، أنه مقدار أو مقدار العشوائية يزداد باتجاه إلى الأمام في الزمن، ومقدار العشوائية يقل كلما ذهبنا إلى الوراء بالزمن إلى أن نعود لهذه النقطة. فهذا يؤدي بنا إلى أن هذه النقطة فائقة الدقة. فمن الذي خلق فيها الدقة وهي لم تخلق إلا لبضع ثواني؟ يعني أول جزء من الثانية خلقت هذه النقطة كانت فائقة الدقة حسب قانون الإنتروبي. فمن الذي خلق فيها الدقة، ومن الذي خلق فيها هذه المعلومات؟ ومن هنا نعلم أنه يجب أن يكون هناك خالقا منفصل عن الزمكان الكوني، لا يحكم بالزمكان الكوني، يحكم بما يشاء سبحانه، ما كتب على نفسه فقط. أما هو ليس جزءا من هذا الكون، كما قال القرآن: الرحمن على العرش استوى، استوى استواء لا يليق بمقامه وجلاله. فهذه النقاط اللي حبيت أثيرها فقط. ومن عنده أي سؤال يعني يكتب في الكومنت سؤاله، فأرحب بأي سؤال في خصوص هذا الموضوع. فجزاكم الله خيرا، السلام عليكم.